وعشان يتم ضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم. الحقيقة تم ضبط 49 طن و150 كيلو جرام زبيب، لكن زبيب مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح بإضافتها، وتم اكتشافها بأحد الثلاجات بمركز زفتة والصنطة. طبعا بنتكلم عن 49 طن، طبعا رقم ضخم ومقلق. وخلونا نفهم تفاصيل هذه الضبطية من الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية. أهلا بك يا دكتور، مساء الخير. مساء الخير، وأهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. غريب قوي موضوع إنك تغش الزبيب ده، يعني يمكن أول مرة الناس تسمع عنه. هو إزاي الزبيب بيتغش؟ عارف يغشوه إزاي ده؟ هو حضرتك يعني بدل ما بياخد الفرصة أو الوقت الطبيعي بتاعه ان هو يتحول ويبقى زبيب طبيعي وصالح للاستهلاك الآدمي، فهو بيروح يجيب يعني مواد صناعية، ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها وضارة بالصحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، علشان يحول يعني الزبيب في وقت قصير جدا ان هو ياخد اللون الاصفر ويبقى يعني كانه زبيب سليم خد المده الطبيعيه بتاعته. وده نوع من انواع يعني الجشع، ونوع من انواع يعني الاضرار بالصحه العامه، ويعني مخالفه الضمير. طبعا احنا جريمه جريمه بكل الاشكال والصور. وهل موضوع الزبيب ده ممكن، يعني طبعا من خبره حضرتك، هل ممكن يطال برضو بقيه يميش رمضان والحاجات دي؟ ما هو اللي يجري على الزبيب يجري على اليميش برضو، هو ده والقراصيا والحاجات دي. بالظبط. هو الحقيقه احنا في الفتره ديت يعني في تنسيق يعني شديد جدا مع هيئة الرقابة الإدارية، معانا بتعمل تحريات مباحث التموين في الغربية، مديرية التموين في محافظة الغربية، وبإشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. بنقوم بحملات على يعني كافة المصانع، كافة المحلات اللي هي يعني بتشتغل في الأغذية، وبيبقى في تنسيق وحملات مشتركة خاصة في الفترة اللي بتسبق رمضان. التجار بيستعدوا قبل رمضان ل يعني إعداد اليميش وإحضاره، وبعض منهم بيكون بيخالف ضميره وبيغش وبيستخدم أنواع مختلفة وطرق مختلفة في الغش، وسواء كان مخالفة الاشتراطات الصحية أو انتهاء الصلاحية يعني أو مفهوم. طب دكتور، المواد اللي بيتم إضافتها في هذه الحالة، يعني زي الزبيب الخمسين طن اللي تم الكشف عنهم دول، ضرر حاجة زي كده لما توصل للمواطن ممكن تكون عاملة إزاي؟ يعني الألوان اللي تم إضافتها دي ممكن تؤدي إلى إيه؟ طبعا دي بتؤدي الى يعني تسممات، وبتؤدي الى عبء على الكلى وعلى الكبد، لانها مواد ضاره اصلا ولها اضرار سامه على الجسم الانسان البشري. فده يعني ودي في قرارات وزاريه وقوانين تحمي المستهلك وتحافظ على صحه المواطنين. بالتاكيد. وقرارات لوزارة الصحة يعني كفيلة بأن هي تحافظ على المواطنين. لكن احنا بقى بس يا دكتور برضو في تساؤل، يعني 50 طن ده رقم كبير، يعني ازاي تم اكتشاف حاجة زي كده 50 طن؟ هو احنا يعني ده ممكن يغرق أسواق بكاملة. هو قبل عملية الضبط كمان احنا سحبنا عينات وعملنا لها تحليل في المعمل، وطلعت المواد دي مواد ضارة وغير مطابقة، فتم الضبط فور ورود النتيجة وقبل أن يعرف اللي هو
صاحب المصنع ان نتيجه التحليل. طبعا هم يعني تجار كبار، احنا يعني بالامس ضبطنا اثنين بالتعاون مع كافه الجهات في الغربيه، تم ضبط 62 طن من يعني ده غير ال 50 دول، 62 طن من ايه؟ يعني من يعني منهم بسكويت ومنهم مخلل ومنهم ملح غير صالح للاستهلاك الادمي، ده غير الزبيب. النهارده استمرارا للحمله ضابطين 22 طن ايضا من اغذيه مختلفه. يا حضرتك بتقول لي 50 طن 60 طن 20 طن، كل دي يعني كل دي اطعمه فاسده ومغشوشه برضو. الارقام الحقيقه خلينا نقول خلينا لازم نتامل فيها لانها ايضا ارقام كبيره. وكمان يعني شيء غريب جدا انه يعني قبل شهر رمضان المعظم الناس بتبقى فيه صايمه وشهر بتعلو فيه الروحانيات، ان يكون شخص يعني بهذا الجرم ان هو يطرح 50 طن من الزبيب الفاسد ممكن تكون مغشوشه وهتكون جزء يمكن من مائده الصائمين في رمضان. فاعتقد انه يعني اقصى يعني مراحل الاجرام اللي ممكن الشخص يوصلها الحقيقه. هو الفكره سعادتك ان احنا يعني وده الهدف، ان هي قبل ان تصل الى المستهلك، ان احنا بنحاول نعمل الضبط وهي في المنبع في المصنع او في المخزن قبل ان تصل الى المستهلك ويحدث منها ضرر. وهو ده اللي بيخلينا في الفتره الاخيره في نشاط مكثف ليل نهار يعني على للوصول الى ضبط السوق وحمايه المستهلك ومراقبه كل الانشطه الغذائيه، سواء ان احنا يعني بنشوف يعني اذا كان في شهادات صحيه، سواء اشتراطات في المكان نفسه، خلافا اللي يعني بنعمل غلق وبنعمل محاضر وبيتعمل يعني مش فقط الإعدامات. أقصى الإجراءات الممكنة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية، معلقا على خبر 50 طن من الزبيب الفاسد اللي تم الضبط عليهم أيضا وضبط الكميات دي قبل نزولها للأسواق، لأنها كانت أيضا مغلفة بمكسبات طعم ورائحة ولون كمان قد تؤدي إلى التسمم وغيرها من الأمراض.